استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، والمقدم الركن طيار راشد خميس الزياني الذي تشرف بإهداء جلالته كتابه بعنوان الطيار الأول ومسيرة سلاح الجو الملكي البحريني، والذي يوثق بالصور دور جلالة الملك المفدى في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني منذ تأسيسه ضمن دعم جلالته لجميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. وقد أثنى جلالة الملك المفدى على الجهد الطيب الذي تم بذله في إعداد هذا الكتاب القيم الذي يوثق مسيرة سلاح الجو الملكي البحريني وما يشكله من إضافة جديدة إلى الإصدارات الهامة في المجالات العسكرية. وأشاد جلالته بالإنجازات الرائدة التي حققها سلاح الجو الملكي البحريني منذ تأسيسه وما تشهده قوة دفاع البحرين بكافة أسلحتها ووحداتها من تطور وتقدم عبر مسيرتها العريقة. وأعرب حفظه الله عن تقديره للعمل الدؤوب الذي يقوم به من تسيبو سلاح الجو الملكي البحريني وما يتمتعون به من كفاءة وروح معنوية عالية تعكس مدى جاهزيتهم لتأدية واجبهم بالتعاون مع أخوانهم في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في الذود عن الوطن ومسيرته وأمنه وأمن مواطنيه، متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والنجاح.